طبيعة الشعب المصري. أنا سعيد أن أكون مع أشقائنا جميعا من المصريين جميعا بكل طوائفهم وأبنائهم في محافظة أسيوط الحقيقة، ومن السعادة أن يتوافق هذا اللقاء مع أعياد الميلاد عشان نقول لأشقائنا كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وانتم بخير، كل سنة ومصر بخير، كل سنة والعالم كله بخير، كل سنة والإنسانية جمعاء بخير. وإن شاء الله بنؤمل أن يكون عام 2019 عام أمن واستقرار وسعادة وتقدم وأخاء لنا ولكم ولمصرنا العزيزة وللبشرية جمعاء. حضراتكم كلها سعداء أن نكون مع بعض في هذا التوقيت وفي هذا اليوم، وفضل ربنا أن يجي اليوم نجتمع فيه فعلا في هذه المناسبة الجميلة وفي هذا اليوم الحقيقة اللي احنا بنعبر جميعا عن أننا صف واحد روح واحدة وطن واحد نبني بلدنا معا. فالوطن لنا جميعا وبنا جميعا، هو منا ونحن منه، وده رسالة لكل الدنيا أن الشعب المصري شعب أصيل فطرة سليمة قائم على المودة والمحبة والتكافؤ والتكامل بين جميع أبنائه. كل عام وانتم بخير.